خلينا نبتدي زي ما احنا متعودين بأهم الأخبار وأبرزها. الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وسيادة توجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وأخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية. امبارح أيضا المجلس الأعلى للجامعات وافق على اعتماد اللائحة الموحدة للتدريب الإلزامي بكليات الطب البشري. أما الأكاديمية العسكرية المصرية فقد احتفلت بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارة النقل، وتفاصيل وأخبار أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وده في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية. ووجه سيادته بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة المنسوبة للبريد المصري مزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً. وشددت الحكومة على أن كل الإعلانات اللي بتخص أنشطة وأخبار هيئة البريد تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة. امبارح وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد اللائحة الإطارية الموحدة للتدريب الإلزامي بكليات الطب البشري، واستعرض المجلس تقرير حول نجاح الجامعات في تنظيم اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الدراسي 2023-2024، وده بالكليات اللي بتشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية احتفلت بتخريج الدورة رقم 10 لمهندس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة للدورة رقم 1 لمهندس الهيئة القومية للأنفاق، والدورة رقم 1 لمهندس الهيئة العامة للتخطيط لمشروعات النقل، وده بعد إتمام دورتهم التدريبية اللي استمرت لمدة 6 شهور بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري والارتقاء بمستوى وعيهم المعرفي والثقافي والعلمي وفقاً لمناهج علمية حديثة تمكن من بناء كافة الجوانب الشخصية بما يتماشى مع منظومة التطوير اللي بتشهدها مصرنا الحديثة، مع تعظيم الاستفادة من قدرتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، وده بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الوادي الجديد تم الإعلان عن نجاح زراعة محصول الذرة الشامية وذلك بالري المطري الحديث. أما في شمال سيناء فقد استقبل مستشفى بير العبد أطباء من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف والعمليات مجانا لأهالي سيناء. خلينا بقى كمان نروح الأقصر. امبارح تم تحليق 29 رحلة بالون طائر وكان على متنها 630 سائح من حول العالم. وفي الإسكندرية تم الانتهاء من التدريب الصيفي لطلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد تم الإعلان عن تنفيذ فعاليات الحملة القومية للنهوض بزراعة محصول الذرة الشامية بنظام الري المطري، مع التوصية بإضافة الجرعات السمادية المقررة وإجراء الفحص بصورة مستمرة. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 21 طبيب من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كافة قرى ومدن المحافظة. في جنوب سيناء تم إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا بمشاركة 32 منشأة، تهدف المبادرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال يحتذى به في السلامة المهنية.
في الأقصر شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، وخرجت بسماء البر الغربي 29 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 630 سائح من حول العالم. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي انتهاء فعاليات التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وده في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني لتأهيل فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية وفقاً لمتطلبات سوق العمل. في قنا قررت مديرية تعليم قوس تخصيص السبت من كل أسبوع لتلقي شكاوى وطلبات المعلمين وأولياء الأمور والعمل على حلها فوراً من خلال فريق عمل مشكل من قيادات الديوان.